كنا بنقول فاصل. فاكرة لما كنا بنقعد نسمع الكلام انه مدير تم اختيار عدد من القيادات الداخلية على عين وعلى فرازة مكتب الإرشاد، وإنه بعض الناس خدت التسجيلات وراحت وتم نفي هذه الأمور تماما من قبل جماعة الإخوان المسلمين، والادعاء بأن الإعلام باطل والإعلام مزور وفي محاولة لتزييف الحقائق وأولا. في مرحلة معينة هذه العلاقة اللي كانت زي السمنة على العسل ما بين الإخوان والجهاز الشرطي أو وزارة الداخلية توترت تماما، وكان في كلام كتير جدا عن انه الدكتور محمد البلتاجي بيتولى الملف الامني، بيروح بورق من هنا وبيجيب ورق من امن الدوله وكلام. عدد كبير جدا من المعلومات قالت انه الاخوان المسلمين لما اقتحموا اجهزه امن الدوله كان مهم بالنسبه لهم جدا 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 الحصول على اوراق تخص الخصوم او المعارضه لاستخدامها وقت اللزوم. نمره اتنين علشان المشهد يكون اوضح قبل ما نتكلم عن تفصيل خبر، الإخوان المسلمين على مدار سنة من بعد تولي الدكتور محمد مرسي الرئاسة لا يفعلون أي شيء مع خصومهم سوى تهديدهم بتسجيلات ومستندات تفضح أمور سرية وأمور خاصة. المشهد المكتمل ده إنه الإخوان يملكوا تسجيلات، الإخوان يهددون، الإخوان في اتصالات سرية ما بينهم وزارة الداخلية، اكتمل النهاردة بالكشف عن كارثة كبيرة جدا. الكارثة الأولى إنه في تعاون ما بين مدير أمن الجيزة اللي تم التحفظ عليه وما بين الاخوان، وانه جهه سياديه رصدت ما بين مدير امن الجيزه وعدد من قيادات الجماعه عدد كبير جدا من الاتصالات، وان وزير الداخليه بنفسه لما حدثت اشتباكات النهضه وحدثت اشتباكات في جامعه القاهره وتساءل الجميع لماذا تاخرت الشرطه في التدخل، طب وايه اللي حصل خلى امر الاشتباكات في بين السرايات ومنطقه الجيزه يتدهور بهذا الشكل، كان كل الناس بتقول انه نزول الشرطه متاخر وفتح الطرق امام الناس هو سبب هذه الاشتباكات. السر وراء كل هذا الامر كشفه وزير الداخليه لما نزل مديريه امن الجيزه وحاول انه يستفسر او يستطلع الامر من الضباط، فالضباط اخبروه ان مدير الامن هو بنفسه اللي منعهم من النزول لفضل الاشتباك. وبعض الضباط صرحوا وزير الداخليه بان مدير الامن طوال الفتره اللي فاتت في تحركات مريبه مع قيادات اخوانيه شهيره، وانه مدير الامن وصفوه بانه اخواني. في النهايه المشهد كله يكتمل اكتر واكتر وتاخد صوره اكمل لما يتم الاعلان عن انه نائب مدير الامن الوطني قدم عدد كبير جدا من التسجيلات لخيرت الشاطر، وتم رصد مكالمات بجاري التحقيق فيها ويتم الاعلان عنها قريبا ما بين خيرت الشاطر وعدد من القيادات الموجوده في الامن الوطني، لدرجه انه في تحقيق خطير يخص انه هذا القيادي او نائب الامن الوطني هو الذي سرب خط سير الضابط ابو شقره الذي تم قتله في العريش رغم انه كان في مهمه سريه ومحدش كان يعرف هو رايح فين وجاي منين. وده كان اللغز اللي قعدنا مثلا اسبوع نسال فيه، ازاي اي جماعه متطرفه او اي جماعه مسلحه او اي مسلح عرف ان ابو شقره موجود في سيناء رغم ان الراجل كان موجود في مهمه سريه. كل الخيوط دي بتخلينا نرجع تاني نتكلم عن ليه الاخوان ما نفذوش كل ما وعدوه بتطهير الداخليه؟ لماذا جاء الاخوان عند مرحله زمنيه معينه وبطلوا كلام واكتفوا بالحديث ومنعوا اي حديث عن هيكله الداخليه وتطهيرها و و والكلام ده؟ اعتقد انه ده يرجعنا وقتها للاخبار اللي كانت بتتكلم انه او ان احنا نشرنا وقتها انه عدد كبير جدا من القيادات القيادات تم استبدالها بقيادات مواليه للاخوان المسلمين او بمعنى اصح مواليه لمكتب الارشاد. ومن هذه القيادات تم الحصول على التقارير، وده يفسر لك الكلام اللي جه في خطاب الفريق عبد الفتاح السيسي لما قال انه احنا رفعنا عدد كبير جدا من التقارير لرئاسه الجمهوريه فيما يخص حقيقه وضع الامن القومي ووضع الامن ولكنها لم تاخذ بها. وده يخلينا نرجع تاني للقاءات كده حضرناها مع عدد من القيادات الاخوانيه الكبيره الموجوده في رئاسه الجمهوريه، وكانت الاسئله واضحه جدا، انتوا بتتعاملوا ازاي مع تقارير المخابرات والامن الوطني والمخابرات الحربيه والداخليه؟ فكانت المفاجاه انه الاخوان بيجي لهم تقارير من ثلاث مصادر، المصدر الاول هي جهاز الامن الوطني، المصدر الثاني هو اجهزه المخابرات، المصدر الثالث هي مكاتب الجماعه الاداريه في المحافظات والاحياء. والراجل بمنتهى البساطه قال لاننا لا نثق تماما في كل العاملين في هذه الاجهزه، ولاننا لا نثق تماما في الدوله العميقه، فنحن نبني رؤيتنا وافكارنا وخططنا بناء على التقارير المرفوعه من مكتب الارشاد ومن الجماعه. وده يخليك تشوفي ان هو ده المشهد اللي احنا عشنا فيه، ان الارتباك الحاصل ده انه مصر كلها كان القرار بيتاخد على بناء على فرد اخواني كان ماشي في الشارع بيكتب تقرير
لا هو مثلا كان راجل امن، ولا هو راجل كان راجل سياسه، ولا هو دارس اي حاجه، ربما يكتب هذه الامور على هواه، ربما يريد ان يرضي قادته، ربما يريد ان يرضي المسؤولين فيه. فبالتالي كان طبيعي جدا ان الاخوان المسلمين يكونوا مغيبين للدرجه اللي ما كانوش مدركين فيها حجم الحشود الهائله اللي خرجت في 30 يونيو، لانها اعتمدت على نفسيه الفرد الاخواني اللي شايف انه لا لا عادي، كلها امور سنستطيع ان نحتويها، كلها امور عاديه ويتم احتوائها. فوصلنا للمشهد اللي احنا فيه. الفتره اللي جايه اعتقد هنشوف قضايا زي دي كتير جدا، عدد كبير جدا من البلاغات اللي موجوده ضد مسؤولين اخوان في الفتره اللي فاتت كشفت عن ان هم رفعوا حجم النفقات في الوزارات والحاجات اللي كانوا موجودين فيها، وربما اشهرها ما حدث مع صلاح عبد المقصود. اعتقد انه الشعب هيتصدم ان لما يعرف انه الناس اللي ظلت لمده 30 سنه طوال حكم مبارك تعاير الوزراء بان مواكبهم فخمه ويستخدمون السيارات الفارهه وينفقون ببذخ ولا يرشدون الاستهلاك، كانوا يستخدمون ما هو اكثر بذخا واسرافا مما يستخدمه قيادات نظام مبارك.